وحتى احيانا كان يحرج يعني موطن الخلافة كان يحرج الامام سلام الله عليه يعني. فتسنة بالحج الامام موجود واجا هارون الرشيد وياه منه محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن تقدر تعتبر الركيزة للفقه الحنفي، دول اللي شالوا الفقه الحنفي اثنين، ابو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن، دول اثنين هم محملوا فقه ابي حنيفة. يعني بتعبير اخر المدرسة الحنفية قامت على اكتاف هذين، وطبعا دول كانوا الى جانب الخليفة الى جانب الخلافة، يعني تقدر تسميهم بالبلاط زين. فدول كانوا لا يكادون يفارقون الخليفة. الإمام ابن جعفر سلام الله عليه بالحج والرشيد إجا، وإجا محمد بن الحسن، طرح محمد بن الحسن على الإمام سؤال بحضور الرشيد، قال له يا ابن رسول الله، قال بلى، قال له إذا واحد محرم نعم يجوز له بالإحرام يظلل على نفسه بالمحمل اللي هو راكب بالمحمل، المحمل لازم يكون مكشوف، لو لا ما يجوز له يكون يجوز أن يكون مظلل يحط عليه ظلال. قال للإمام لا يجوز، ما يعني ما يمكن أن يغطي للمحمل، لازم يبقى المحمل مكشوف. قال له زين إذا أراد يمشي على رجليه يجوز له بأثناء المشي يصير تحت الظل؟ قال بلى باختياره يجوز له. تضاحك محمد بن الحسن، تضاحك، قال يعني شو الفرق بين الاثنين؟ وشو الفرق؟ يعني هناك كان راكب على ناقه والناقه تمشي، وهنا على رجليه هو يمشي، هنا يجوز له وهنا ما يجوز له، ليش؟ قال له الامام اسمع يا محمد، انت تهزأ بسنه رسول الله؟ قال له رسول الله هكذا كان، رسول الله كان بالنسبة إلى راحلته راحلة مكشوفة ما يظلل عليها، لكن إذا مشى يمر تحت الظل، والسنة لا تقاس، وإذا قيست محقت. وهي المشكلة هي هاي، هي المشكلة، احنا باب القياس الواقع ما هو سعدنا يعني أكد لك الشوافع يرفضوا للقياس، جماعة من فقهاء المسلمين الأخر يرفضون للقياس، اكو عندنا مدرسة لرفض القياس كبيرة، وعندنا مفروض لان الاحكام لا تقاس، ما عندنا قياس، احكام الله عز وجل. يعني مثل واحد اضرب لك، الامام سلام الله عليه يقول له ابو حنيفة، يقول له يا هو الاهم القتل لو الزنا؟ قال له لا القتل اهم، لان هذا جيده بالنفس، هذا اللي يزني اخو، لكن ما يعني انسان إذا مارس الرذيلة يبقى عدل، كل ما في الأمر انحرف، لكن واحد يذبح له واحد يقتله، القتل أهم. قال له الله عز وجل قبل بالقتل شهادة اثنين، ولم يقبل بالزنا إلا شهادة أربعة. المسألة مو مسألة قياس، معنى المسألة تكون بالعكس. تأمل يعني مسألة قياس، احنا عندنا الأحكام توقيفية، يعني شنو معنى توقيفية؟ يعني بيها نصوصها، احنا نتبع الناس، لان احنا ما نعرف العلة من وراء الحكم. اوضح لك الفكرة، فقهاء يقولون كل مسألة بها حكمين، اكو حكم واقعي وحكم ظاهري. الحكم الواقعي اللي هو في علم الله عند الله عز وجل شنو؟ هذا هو الحكم الواقعي اللي تدور معه العلة الواقعية، تدور معها الأحكام وجودا وعدما مثل ما يقولون الفقهاء. وكعدنا حكم ظاهري، الحكم الظاهري اللي يوصل إلى الفقيه بالدليل، يعني الفقيه عندما يطلع لحكم من الآية هذا نسميه حكم ظاهري، أما الواقعي علمه عند الله. فقيه عليه أن يجتهد، الفقيه عليه أن يجتهد في استخراج الحكم، يعني يستعمل قواعد أدوات الفنية إلى أن يوصل إلى استنتاج الحكم، هذا نسميه حكم ظاهري. أما الحكم الواقعي علم عند الله، الحكم الواقعي علم عند الله،
بس احنا الله تعبدنا، قال اذا الفقيه بذل جهده ووصل وطلع لكم الحكم الشرعي اعملوا بهذا، يعتبر معذر. هذه كل مسألة إلها نوعين من الحكم، نبهلي. فالحكم الواقعي شيء والحكم الظاهري شيء آخر، فإحنا ما نقدر نقيس، ما نعرف شنو الحكم الواقع حتى نقيس. نعم، نجي نقف على موارد النص، النص وين يوصلنا؟ نوقف على النص، نبهلي. نص إين؟ يعني مثلا أكو عندنا قضايا يمارسها الإنسان بشهر رمضان، زين؟ هاي الأشياء بعضها عندما يمارسها في شهر رمضان عليها حكم، والبعض الآخر حكمه يختلف عن ذاك الحكم، ما نقدر نقول اثنين هن مفطرات. يعني الإنسان إذا لاقى زوجته برمضان أفطر، وإذا شرب الماء أفطر، نقدر نقيش نقول أن حكم هن واحد؟ لا، هنا نعجره وهنا ما نعجره. نعم، هنا نقول بس عليه أن أفطر، مو الشكل يجب عليه القضاء، هناك قضاء وكفارة. الأحكام على كل حال تختلف، ما نقدر نقيش حكم على حكم.